قدمنا استقالتنا. النهارده ارجوك ارجوكوا حد كل واحد يحط البلد دي في اعتباره، ارجوكوا ارجعوا وهدوا الامور، لانه يعني احنا 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 مستعدين نعمل اي حاجه في سبيل البلد دي وانتوا كمان. فارجوكوا ايه اللي بيحصل ده لصالح مين اللي بيحصل ده؟ فانا كل رجائي للناس ارجو ان هم يعني يرجعوا ويهدوا، واحنا من جانبنا احنا يعني نفذنا اللي هم عاوزينه، واي حاجه ان شاء الله باذن الله هتتنفذ. بس ارجو للاول مصر، احنا كنا خلاص اقتربنا من اهم هدف لينا وهو الانتخابات، ده هو ده اهم التحول السياسي ده. فانا رجاء تاني، رجاء مش اي حاجه، رجاء ان الناس في الحقيقه تحمي مصر في فضل.